رجل متزوج ولديه عدد من الأولاد، حياته المادية بسيطة ولا يستطيع توفير المعيشة لأولئك الأولاد، ويريد قطع النسل لهذا السبب، فما هو توجيهكم؟ هذا لا يجوز، يتوكل على الله، ورزق الأولاد على الله سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله ويترك الإنجاب يمشي، والله ما يخلق نفس إلا ويخلق رزقها ويكتب أجلها، فالرزق بيد الله عز وجل، لكن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله، والله جل وعلا هو المتكفل بأرزاق عباده، ما هو أنت اللي ترزق هالأولاد، الله هو اللي يرزقهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت أحسن الظن بالله، توكل على الله، ولا تكره كثرة الأولاد، لأن هذا الشيء مرغب فيه، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والرزق على الله سبحانه وتعالى، وربما يكون كثرة الأولاد خيرا لك في الدنيا والآخرة، يدعون لك ويبرون بك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان لك واحد يدعو لك هذا خير كثير، فكيف إذا كان لك أولاد كثيرين كلهم يدعون لك؟ هذا خير كثير. نعم.